آه يا ليتني والأسى شفني، نرحب بكم أجمل ترحيب أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج رحيق عاشوراء. خصصت هذه الحلقة للشعر الحسيني وتأليفه وكذلك عراقته، وخصوصا أن الشعر الحسيني في كربلاء له طعم خاص وله لذة خاصة. نلتقي بأحد رموز شخصيات كربلاء ألا وهو الشاعر الكبير الأديب الأستاذ عبد الرسول القفاجي، حياك الله. الله يخليك إن شاء الله، الله يحفظك، الله يديمك. وكذلك نرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ عباس المؤمن، حياك الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أستاذ عبد الرسول القفاجي، نعم، أنت شاعر عريق تكتب الشعر منذ سنوات عديدة، وخصوصا أنت معروف من الذين يكتبون الردات الحسينية لعزاء فارس العلم. يا ريت حدثني عن شعر الحسيني بشكل عام في بداية الأمر، وحدثني بشكل خاص عن الردات التي تكتب لعزاء فارس العلم. أول شيء قلت لك، أنا ذيك قبل شوية قلت لك بأنه أنا بديت بالـ68، نعم، وسويت ثورة كان عمري 17 سنة، نزلت عزاء الشباب وانا انطيت مستهلاته، وانا اول سنه كنت رادود، يعني قرات لهم العباس وقرات لهم الحسين، نعم، وجيت نايم ديوان الشيب قرات، لانه حمزه الصغير تاخر بذاك اليوم، قرات انا قدامه، نعم. فمن بعدها سنه الثانيه انا كان بالي بانه راح عاشور بعد ما حد يجي عليه، فاجوا لقيتهم اهل الطرف، اجى رسول ما اجى رسول، قلت لهم ايش راح يصير لكم عم رسول؟ قالوا عم العام وانا ستنا خوش شعراء خوش شعر، ما كنت شاعر. ما أدري شلون الله سهله، يعني كانوا الحسين إن شاء الله هذا توفيق من الله. فكتبت لهم لحد الآن أتذكرها، قدوة الشبان محروس بالرحمن جسام يبني ثورة عن إيمان، كان ذاك الوقت يفرضون علينا البعثيين على من نكتب سياسة، ثورة عن إيمان ينصرها كل إنسان جسام يبني، أيها السائر في درب المنون تاركا في الريب قلبي والظنون، قوم حاجيني قوم ناديني جسام يبني. نعم، يعني ايش تقول الناس كلش حبوا هذا ما لا يعرف المشاهد عن رسول الخفاجي، الله يسلمك. ومن اشهر قصائده التي قراها حمزه الصغير، لا ليل ليل الناس لا تغمض العين، صح. وحديثا وليس بالحديث القريب، ومن اشهر قصائد التي اخذت صدى واسع هي غبت عني ودنيتي، صحيح، قراها علي يوسف، الله قراها الردود التحسيني علي يوسف، صحيح والله. ما لا يعرفه عنك المشاهد بأنه كنت رادود في بداية الأمر، بلي، وإحنا نريد نستغل الفرصة وأنه في شهر محرم الحرام نستمع لقصيدة بصوتك إن شاء الله. بس ما احفظها لقد انا اقول لك ما ترد اقدر اقرا لك يا اذا نجي مع السنه، هل نقدر نسمع من جهه؟ نو انت تدلل عمي، انا ما عندي مانع عمو، بس ما احفظ والله بالله. لعد مسلم صار ابو اليم اختياره، يقصد الكوفه وسلفها، يختبرها وينشد الناس الحياره بمن تغير ظروفها، كان للحق منارا هاديا وبكف الصبط سيفا ماضيا،
بعزم حيدر نهض مسلم واقتداره وعلى السيف انتصر دمه. أحسنت الله يحفظك. رحم الله عليك. الله يخليك. الله يحفظك. الشيخ عباس المؤمن. تاريخ الشعر ومن الذين رثوا الإمام الحسين هم كثار، ولكن أبرزهم تاريخيا رثى للإمام الحسين تاريخيا. حدثني عن هذا الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. في الحقيقة الأعلام الأول للعرب وللإسلام هو الشعر، وقبل أن يأتي الإسلام وقبل أن تأتي منصة رسول الله ومنبره هو القرآن والآيات، كان عند الشعر عند العرب الشعر حتى يعتبر سلاح في هجاء، في رفع بعض الشخصيات، في تنزيل بعض الناس، في توثيق بعض الحقائق. حتى العرب كتبوا تاريخهم وضمنوه في الشعر. العرب كتبوا الأمثال التي يقتدى بها الناس، الأمثال الشعبية والعربية، وضعوها في الشعر، وضعوا في الشعر القوانين، وضعوا في الشعر حتى الإسلام في بدايته تأثر بالشعر، وتأثر بالشعر الجيد، وفي القرآن صورة كاملة للشعراء. الشعر بالنسبة للقضية الحسينية هو السلاح ذو حدين، لأن الشعر في القصيدة الحسينية لا كما يعرف الناس يستخدم في باب واحد، في باب الرادود فقط. الشعر في القضية الحسينية يستخدم في تأريخ الحسينيات، في تأريخ الأحداث، في تأريخ الهيئات. الشعر يزين به مراقد أهل البيت، الشعر تزين به التكيات والمواكب، الشعر يحتاجه الرادود، الشعر يحتاجه الخطيب، الشعر يحتاجه الهازج. الشعر ليس منحصر في القضية الحسينية، منحصر عند الرادود. نعم، من أجلى مصادق الشعر الحسيني عند الرادود، على اعتبار الخارطة التي يمشي عليها الرادود هي الشعر. ولكن الكل في الحقيقة يحتاج الشعر، التكيات الحسينية وبعض الحسينيات والجوامع إلى الآن تزين بأبيات شعر حتى منسوبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحتى تؤرخ الهيئات والمناطق والحوادث بالشعر. فالشعر في الحقيقة مفصل كبير في قضية الردة الحسينية وفي قضية الخدمة الحسينية في المدينة. بعد مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه، تقريبا اللي وصل إلينا أنه أول من كتب بطلب من الإمام زين العابدين هو بشر ابن حذلق. وكان يعتبر هو الإعلام في حتى قال لهم عند مسجد الرسول أكلمكم، عند مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فقد قال: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، وأهل يثرب لا مقام لكم بها. استوحاها بشر ابن حذلق من آية قرآنية في القرآن أنه لا مقام لكم فيها، يعني لا تبقوا، صار الذي يقيمكم. نعم، الظاهر أنه كان يقرأها بطريقة مجزية حتى أن الناس كانت تبكي. حتى في بعض الروايات يقال أنه كاليوم الذي مات فيه رسول الله، ما بين لاطم وبين باك وبين ضارب على وجهه وبين ضارب على رأسه. فالقصيدة لها هيجان. كان لم يكن إحراج بها على جنابكم الكريم أن تقرأ لنا هذه المقطوعة لبشر بن حذلم نعيا بصوت جنابكم الكريم. نعم. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين وأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. أحسنتم. طيب الله يحفظكم. قضية الشيخ الحاج عبد الرسول كلثوم القفاجي، الله يحفظكم الله يسلمكم، في ذلك الزمان من زمن الرادود الحسيني حمزة الزغير، كانت هناك أسماء عديدة من الشعراء الحسينيين، ولكن قد لا يوجد الإعلام بصورة واضحة، لا تتوفر القنوات الفضائية، التسجيلات كانت ضعيفة،
لم يصل لم تصل هذه الأسماء إلا بشكل بسيط. هل لك أن تذكر لي خدمة الحسين وهذا واجب عليك؟ استذكر لي خدمة الإمام الحسين. نعم متدلل. أتذكر من خدمة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام الشاعر الكبير كاظم السلامي يتلو، بعدين أجا كاظم المنظور عليه الله يرحمه إن شاء الله، بالرواديد حمزة الزغير وحمزة السماج، دول يعني عمالقة أسس أسسوا للجيل الحاضر الموجود السل إحنا وغيرنا. ومن دخله طبعا عزيز القلقاوي عمو، هذا كان أحسن أوزان طل حمزة يعني من ثلاثة مال 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 على علي الأكبر، نار بدليل نار بدليل التسعار ما تنطفي الأكبر، بعدين سدوا الماي الماي سدوا الماي الماي تشبهه مثله بعد لا شو اسمه هذه الوادي اللولي فاه الليل تعد الليل مهدي الأموي، مهدي الأموي همات عمو عنده فد تاريخ يعني حلو بال لا خاصة خاصة عدا ما لا دار النوايب عتبوه بج الصخر عمي ما عاد يسفن عليه عندك هذه نشيد صارت مال احنا غير حسين ما عندنا وسيلة طبعا يمهدي الأموي مذني خل وبعدين هو شاعر ورادود كان بوقته يكتب كان له نفسه يقل العباسية كان بالحسين نعم العباسي بالحسين جمعية للشعراء في ذلك الزمان تجمع هيئة تكية تجمع الشعراء كانت أكو هيئة كانت وين فندق الصافي باب الحسين كانت تذكروها نعم أنتوا يعني نعم أنا كانت الهيئة مال كاظم منظور أنا ورا السقوط انا رديته انه يعني خليته باسم كاظم منظور بخت السقوط والى الان اللي يمسي هي وحمزه الصغير موجوده نعم ايه بالاختبارات يعني انتخابات واخذتها نعم الشعراء يعني عاده كان في ذلك الزمان اكثرهم اناس بسطاء اميين طبعا ولكن تجد القصيده عندما تكتب بثقافه عاليه معاليه مو تدري شنو من القلب يوصل للقلب كيف جاءت هذه الثقافه الحسينيه لدى هؤلاء الشعراء من اين اخذوا هذه الثقافه من الله بعد لا تجيهم ومن احد تجيهم لانه انا اتذكر دا اقول لك بال 68 انزل عزة كانت اميه ماكو محوله على واقعه الطف من خلال بس على على الحكي على المنبر يسمعه قلت لك ب68 نزلت والله ماكو حتى محول أمية كانت ب70 صارت نعم. لابسين عقول يباو على القطعة يقرأ بها كأنه يعني هو بدأ يقرأ قراية هو أمي ما يعرف يقرأ خطية هل اختلفت القصيدة الحسينية في الحاضر عن الزمن طبعا هو اختلفت عمه لأنه هسه كل واحد اللي كان بعضي صار شاعر واللي ما يعرف يكتب ما عاد خلفيه قام يكتب كل ما كان قام يكتبون على حسين نعم. ما يدري شنو كأنه يعني واحد جاي من برا نعم. يكتب عليه وكذا خالص دخيل على القضية إيه؟ نعم. ما عاد خلفيه نعم. دخيل القصيدة هذا يضعف من القصيدة الحسينية بصورة عامة لا عمو تدري شنو اللي يضعفها الناس الموجودة بالشارع لأنه لا شراية كلام ولا شراية وزن هسه بالوقت الحاضر نعم. بالألف واحد تلقى لك فد عشرة يعني يعرفون الوزن ويعرفون الكلام هذا شنو فيه سنتحدث عن هذه القصائد وهذه الأطوار وعن الأوزان يعني. التي جاءتنا دخيلة بالأصل على القضية الحسينية وعن المنبر الحسيني وكذلك نتحدث أنا وجناب الشيخ عن تاريخ القصائد الحسينية وتاريخ الرد الحسيني ولكن بعد أن نأخذ فاصل أحبتي المشاهدين الكرام فاصل قصير ونتواصل وياكم آه يا ليتني والأسى شفني هذه الحلقة من برنامج رحيق عاشوراء التي خصصناها عن الأدب الحسيني
وعن القصائد الحسينية. فضيلة الشيخ عباس المؤمن، القصيدة الحسينية لها تاريخ عريق، وخصوصا قضية الأطوار وقضية الأوزان الشعرية. اليوم نفتقد لبعض الشيء لقصيدة القعدة التي كانت قصيدة القعدة تربي وفيها حكمة وفيها رواية وفيها قصة. نفتقد اليوم لقصيدة القعدة بعض الشيء، وهناك أطوار وأوزان دخيلة على الأطوار التي كانت في الزمن السابق لها أصالة. نعم، حدثني عن هذا الأمر، وحدثني عن الأطوار الدخيلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التراث الحسيني بالنسبة للعراق كتاريخ أصله ومنبعه من كربلاء، على اعتبار يعني أول نعي جرى على الحسين وهو عارم في كربلاء قبل أن يدفن، نعته السيدة زينب سلام الله عليها عندما وقفت على التل ونادت ثلاثا: أخي يا حسين، إن كنت حيا فانهض ورد القوم عنا، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. ثم التفتت إلى رسول الله إلى جهة المدينة وقالت: واجداه ومحمداه، هذا حسينك، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك في العراق. كتراث حسيني، كناعي للحسين، كصوت للحسين الأول، هي السيدة زينب في كربلاء. بغض النظر عن الحقبة التي نعوا فيها الحسين قبل أن يستشهد، أمه فاطمة كانت تنعاه، جده رسول الله كان ينعاه، الملائكة في السماء، ولكن كحقبة وجودية على الأرض هي السيدة زينب. فالأصالة ابتدأت للعزاء الحسيني من كربلاء، حصرا بالشعر والرادودية والإنشاد بدأت من كربلاء. الإمام رضا عليه السلام حينما قال لزيد الخزاعي: اقرأ لي أو عن الحسين بصوت أهل العراق. نعم، الإمام الصادق. عالي الحسين. نعم. بصوت أهل العراق. نعم. وبلحن أهل العراق. نعم. نعم. كأن طريقة أهل العراق، لأنهم قريبين على أرض الواقع، عاشوا مأساة الواقع، شردوا، هجروا، سفروا، قتلوا، سجنوا من أجل الواقع. فابتدأت المدرسة الكربلائية الإنشادية، يعني حصرا ما بين الرد الحسينية وبين الشعر الحسيني، ابتدأت من أروقة الصحن الحسيني ومن أطراف مدينة كربلاء، وبقيت محافظ عليها قرون عديدة وطويلة، ودائما كانت تناغم ما يجري في المجتمع. أحب أن ألفت النظر إلى السادة المشاهدين أن القصيدة الحسينية من كربلاء في يوم الأيام كانت سلاح بوجه الظالمين. القصيدة الحسينية في كربلاء مرت بكل أنواع الحياة. هناك شعراء كتبوا على الصاروخ قبل أن يطلق، هناك شعراء كتبوا على التلفزيون والآلة الدقيقة والسيارة، ولكن كانوا شعرانا يحصرون هذه المواد في لون من الألوان الحسينية الجميلة اللي تسمى بقصيدة القعدة. قصيدة القعدة يتناول فيها الرادود والشعر، يأخذون نوعا من وظيفة الخطيب، يعني تكون القعدة عادة إرشادية، إصلاحية، نقدية، إصلاحية، يتناولون ظلم الظالم، يتناول حتى في قعدات عندنا قضايا اجتماعية للزواج والطلاق والبيع والشراء وكذا، وتسمى قعدية لأن الناس فقط جالسين لا يلطمون على صدورهم. ولكن في التحويلة الأخيرة، يعني بعد سقوط النظام البائد، مع الأسف ما بانت القعدة كما كانت، يعني بانت بشكل ليس كالشكل القديم. طبعا واحد من شعراء القعدة الكربلائية أبو حيدر حج رسول الخفاجي، وهذا مشهود إلى واحد من الأعلام الآن من أولاده يكتب القعدة بشكل جميل. ولكن حسب تقديري الخاص أنه القصور، ما أقول التقصير، القصور جاء من الرواديد الكبار لأنهم لم يتناولوا القعدة، مع العلم القعدة العراقية فن فقط للعراقيين، فقط فن للعراقيين. يعني ما عدنا مثلا في التراث الشيعي الإيراني أكو قعدة، في التراث الشيعي الخليجي أكو قعدة، في التراث الشيعي الأهوازي أكو قعدة، في التراث الشيعي الأوروبي وهكذا اللبناني ماكو قعدة، فقط للعراقيين. مع ذلك لها جمهور من كل هاي الدول. صحيح. وكما يعلم الـ أبو حيدر المشاهدين أن القعدة حتى تكتب بطريقة ملمعة أحيانا بالفصيح حتى يكون المستهل لمن لا يعرف اللهجة الدارجة العراقية.
وحتى لا أنسى هم الملمع أول من كتب في القصيدة الحسينية، كتب بالقصيدة الحسينية على اعتبار أن الملمع لون ليس من ألوان الأدب العربي، لون من ألوان الأدب الحسيني، يعني ما عدنا وزن يسمى ملمع في الشعر الفصيح، وإنما هو في الحقيقة لون شعر حسيني، ولون شعر حسيني حصرا عراقي. الملمع فقط حتى يعرف الأخ المشاهد السيد المشاهد، الملمع هو شعر فصيح يدخل ضمن أبيات القصيدة الشعبية الدارجة. نعم. فأستخدم في القضية الحسينية، يعني هو لون من ألوان الشعر الحسيني نقدر نسميه، ولكن هو حصرا معروف أنه للعراقيين يستخدمونه، لعله إلى الآن يستخدم وإن كان بقلة. فإن شاء الله ليس بتقصير، ولكن أنا أعتبره تغافل عن القاعدة، لأن إلى الآن جمهور القاعدة موجود، وإلى الآن الرادود هو صاحب رسالة ومصلح، والشاعر صاحب رسالة ومصلح، ولكن للأسف روادنا الكبار وروادنا الشباب تغافلوا عن القاعدة بطريقة ما. نعم. الحاج عبد الرسول الطفاجي، من أسباب الحدوث هذا تراجع القصيدة الحسينية عند بعض الرواديد، عند بعض الشعراء، أسبابها تقدر تعطينا أسباب؟ والله أنا يعني أفكر بأسبابها بأنه عدم قدرته على كتابتها وعدم قدرته على قراءتها، ما أقول غير هذه. نعم. لأنه ده يقصرون بها، لا نهاية تحفيزا شيخنا. نعم. تحفيز للطم يعني. نعم نعم. يعني إعلام. حمزة الصغير لو عد ربع ساعة يقرأ المجلس مالي يقرأ له بيتين قاعدة يلا يقرأ اللطم. نعم. لازم تستير المسيرة. نعم. قاعدة باعتباركم من كبار الشعراء في مدينة كربلاء، وأحد الشعراء الذين لهم باع طويل في مدينة كربلاء، وكلمة مسموعة من قبل الروادين ومن قبل الشعراء ومن قبل الخدمة، هل حاولتم بأن تعيدوا أمجاد القصيدة القاعدة والقاعدية؟ طبعا القاعدة عمو، أنا أول ما بديت أكتب يعني للرجال ملا علي يوسف قلت له اذا ما تقرا قاعده ما اكتب انا يعني قصيده، لانه هذا تراث كربلاء، القصيده القاعديه تراث كربلاء، يبقى تراث كربلاء بقوله الحجي حجي عباس، كل العراق الا يواهس بالقاعده اسمه. نعم. فاذا نعوف هي تراثنا الاصلي مال كربلاء يعني. نعم. اريد استثمر وجودك معي في هذه الحلقه من خلال برنامج رحيق عاشوراء، نسمع بصوتك انشادا مستهل غبت عني ودنيتي وحشة بلياقي. ممنون خدمتك. هذه القصيدة كتبتها بثمانية وتسعين عمو، كانت يعني كان ظرف صدام حسين. نعم. صعب جدا. نعم. أنا كتبت المستهل لأن قبل يوم من واحد جاني قال لي يا باسم حيدر الله يذكره بالخير ابن عباس، كان يشتغل كعكتي بباب السلام، قال انا اجيب لك علي يوسف وانا ما ادري شنو، قلت له انا ما كاتب من زمان يعني صارت فتره ما كتبنا. نعم. انا سويت المستهل غبت عني ودنيتي وحشه بلياك وخديته بالبيت مالي، يعني ما كملته، يعني كملت المستهل ما طلعت بالبيت بعدني، فسويت غبت عني، قلت له عمي انا سويت لك هذا الوزن شوفه، قرات لي الوزن مالي مال غبت عني ودنيتي وحشه بلياك، فمن قرأت لي إياه قال والله على واس سوي لي هذا المستهل، سويت لي إياه للمستهل مسوي يعني أنا في هذا اليوم، قال لي راح يجيك علي يوسف، أجي علي يوسف للشارع مال صاحب الزمان عليه السلام، قال عمو أريد القصيدة، قلت هذا الوزن ماله من قرأت هذا الوزن، قال لي والله حلو هذا يلم، قلت له يا أبو مو باكر لا تجي عقب باكر، تعال خذ القصيدة صدق أنا ما عصري الله سهله والله الحمد لله والله ودعت. فمن كملتها وديت لي اياها بس صوت يعني قاريه قرايه انا بصوتي ومسجل لي اياها بالتسجيل وقتها. نعم. نسمعها بصوتك بس اقرا لك المستهل. نعم نعم. نعم. المستهل. غبت عني ودنيتي وحشه بلياك، لو نسيت امك عليها صعب فرقه، جيت اهز مهدك وانا غيلك ولولي، يا الرباب المهد خالي يقولولي،
أنسى روحي ومهجتي وما أقدر أنساك. هذا مستهدف. أحسن. طيب الله يحفظك. قضية هناك لازمة في القصيدة الحسينية عندما يقرأ الرادود يقول بعد المستهدف هذا النص، يتوقع السامع للرادود بأن هذا النص يتوقع بأنها مفردة جاءت خاطرة، يعني توقع أنه يقول هذا النص بمعنى نص القصيدة. عادي نص القصيدة صحيح، عادي ما موجود عندنا النص. هذا النص يعني يشير إلي لقمة ولا طمت يعني كاملة. نعم. هذا النص وهذا هذا النص يعاد النص للي يقرأ نوبات حمزة صغير بعد سعي حسين وانصابه يقول يقول هذا النص حتى يثبت الرادود يستعدل إيقاع اللطم. إيقاع اللطم يستعدل. نعم. نعم. بس النص ما يجيبون طارية ما لهم شغل بالنص. نعم. من الأطوار الكربلائية حسينية يعني الأطوار المعروفة. والله يا حمو أنا تدري دني قصائد كربلاء واي يعني يعني يقال مثل... أن هناك كربلائي تجيب اللطم ها عن لطم تحكي التالي عن لطم. احنا عندنا ثلاث أصناف الكربلاء يعني ما المستهل العادي نار بديلي اللي تسعر ما تنطفي الأكبر. هذا واحد. واحد ثلاث دقات يبني مع التربان عفتك رمية اللي هو وزد الدارمي الدارمي. نعم. والثالث هذا الكربلاء ما عندنا غير هندني ثلاث. بس الأوزان اللي الأطمية العادية أشكال ولا أوزان بس دني ثابتات بأنه ثلاث دقات على ماكو غيرها. أصلاً إيه طبعا الكربلاء كله كربلاء الشوط الكربلاء والثلاث دقات كله كربلاء. هي أي مدرسة كربلاء عمو للعالم كله مو بس العراق. نعم. للعالم كله. فإن شاء الله الله يوفقهم يردون على القاعدة يعني عن والله العظيم أنا بقيت أكتب القاعدة على موت حتى تبقى ترى. نعم. فترة نعم. من هدنا. نعم. الشيخ عباس نعم. المؤمن بماذا توجه الشعراء الشباب والرواديد الشباب؟ نعم. في الحقيقة كما تعلمنا من أسلافنا وكما تعلم أسلافنا من أسلافهم ومن أهل البيت سلام الله عليهم، أهل البيت سلام الله عليهم الأئمة وضعوا لنا خطوط عامة. نعم. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذا برنامج عمل يعني. نعم. أنا أنصح وليس في مقام النصح، أنا لست أهلا للنصح هؤلاء خدام الحسين، ولكن أطلب أعتبر نفسي جمهور سامع وأطلب من الرواديد الشباب والشعراء الشباب أن يحذوا حذو القدماء. أولا حذو القدماء في العلم والفهم في المفردة. الشاعر الحسيني يجب أن يفرق بين المفردة بين الشعر الحسيني والشعر العام. مفردة الشعر الحسيني خاصة. نعم. الشعر العام في أي مفردة تأتي، مفردات الغزل للغزل، مفردات الهجاء للهجاء، مفردات الغزل في الشعر العام لا يأتينا في الشعر الحسيني. صحيح. الشعر الحسيني لها مفردة تاريخية. نعم. وله مفردة معلوماتية يعني لها معلومات. الشاعر الآن والرادود لكثرة يعني مقتضيات الحياة ولكثرة المشاكل لا يفرغون أوقاتهم لما يسمى مثلا بالتحضير. يعني مثلا الشاعر قديما سأعني من رخصة أبو حيدر الشاعر قديما يستلهم فكرة لعله يحرق الليل والنهار يوم يومين ثلاثة أو أكثر حتى يحصل فكرة. ممكن هاي الفكرة بعد خمسة أشهر يكتبها في محرم لأبي الفضل العباس. ممكن أن يسأل رجل الدين، ممكن أن يقرأ، ممكن أن يسمع الخطيب، ممكن أن بتعبيرنا إحنا الدارج يحضر. الآن الرادود هم هكذا يسمع هذا النغمة يسمع هذا الوزن. هناك ذوق اختياري يعني مثلا في قصيدة الأنصار ما ممكن وضع الطور أو الوزن الحزين، وزن عادة استنهاضي، وزن مثلا عادة ثوري، وزن عادة شجاعي، لكن مثلا مع العليلة يجب أن تأتي بوزن الفراق والدار والحزن. في وزن مثلا العليل الأكبر مع الأم، أم تفارق ابنها. هذا أكو ذوق كان يعني كانت فن عند الرادود وعند الشعراء. حتى لا أنسى قديما هم كان قديما اللي يسيطر على الطور ما يسمى بالطور أو اللحن أو الوزن كان قديما الشعر.
صح لو لا أبو حمد؟ كان قديما الشعر، وكان أيضا هم أغلب الأوزان وضعوها شعراء بالمناسبة، الآن حسبت للرواديد ولكن وضعوها شعراء. الآن الشاعر الشاب ما يطرح حتى رأيه في الطور الذي الذي يلائم يلائم مثلا جمهوره. أنتم تعلمون مثلا جمهور عن جمهور يفرق، ناس عن ناس تفرق، مناسبة عن مناسبة تفرق. الفاطمية مثلا ليست كل الأطوار توالم سيدة نساء العالم، ليست كل الأطوار توالم جرح أمير المؤمنين، ليست كل الأطوار وليست كل مثلا الأشعار توالم مناسبة شهادة الإمام جعفر الصادق. في شهادة الإمام جعفر الصادق الشاعر يحتاج إلى خزين علمي، لأنه الإمام جعفر الصادق مدرسة ومنفتح على مذاهب ومنفتح على علوم وعلى نظريات ثقافية. أما الآن تنظر إلى الشاعر تحس الشاعر بالقصيدة يعني بتعبيرنا عظمه محصور رأسا، يطفر من الإمام الصادق إلى كربلاء، على اعتبار كربلاء ساحة كبيرة يمكن أن الشاعر أن يفرغ فيها. نعم أحسنت. أطلب أن من جناب الكريم أرجع أحوجك مرة أخرى، ولكن تحتسب في عين الإمام الحسين إن شاء الله أن نختتم البرنامج بنعي بصوت جناب الكريم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مواضع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد مررت على منازل عصمة سر النبوة كان ألقي فيها، لم أنس إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، أي واليوم آل أمية إن تبدي أحسن الله عليكم. أحبتي مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة المباركة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للشاعر والأديب خادم أهل البيت الحاج عبد الرسول تلفيوم الخفاجي، شكرا جزيلا لجناب معكم، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لجناب الشيخ عباس المؤمن حياك الله، شكرا جزيلا جناب. شكرا جزيلا لكم. في ختام هذه الحلقة تقبل تحياتي أنا محدثكم واصيل السلامي، أترككم على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى. في أمان الله. آه يا ليتني.